أنا يلي مو فهمانه هو ليش الإصرار على الديمقراطية والعلمانية يا حبيبتي؟ لك هدول ما بيطعموا. ما عم بفهم ليش أنتو الثورجية مصرين كتير عليهم. العلمانية بتعني فصل الدين عن الدولة، يعني سيادة القانون، يعني القانون فوق الجميع بدون الرجوع لا للديانات ولا للطوائف ولا للعقائد. العلمانية بتعني إنه كل فرد لازم يحترم الآخر، وبالقانون ما بيحق له يعتدي عليه لأنه مختلف عنه فكرياً أو دينياً أو طائفياً أو عقائدياً. العلمانية بتعني إنه سوريا للجميع بكل مكوناتها، وكل مكون بيغني سوريا على طريقته. العلمانية بتعني إنه نكون محصنين داخلياً وخارجياً ضد الأعداء. العلمانية هي الضمان الوحيد يلي بيجمعنا ويلي بيوحدنا. حلو، ليش النظام مو علماني؟ لا ما نو علماني. لكن شو؟ إسلامي؟ طالباني؟ أمبلا علماني يا فهماني، وهالشي مكتوب بالدستور كمان. مكتوب؟ إيه مرحبا مكتوب. ما بنفس الوقت كانوا كل رجال الدين ومن كل الطوائف يشتغلوا مع النظام ويحولوا بالدين لمصلحة السلطة، وكانوا يدفشوا طوائفهم ليقاتلوا باقي السوريين. بعدين بالثورة شفنا العلمانية تبعكن على أصولها. شفت لي رايات حزب الله شو مكتوب فيها؟ سمعت لي شعارات الإيرانيين شو بيقولوا فيها؟ بعدين هدول النصرة وداعش يلي ما بيحملوا علم الثورة وبيتاجروا بالدين، قلناها 100 مرة أنه خطر على سوريا وعلى الثورة كمان. يا سيادة المحقق، إذا ما اعتبر لي الميليشيات الطائفية هي ميليشيات علمانية هذا شي تاني.